تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم، السلام عليكم. الجاسوسة اليهودية التي نقلت أسرار القنبلة الذرية إلى الاتحاد السوفيتي، القصة الكاملة. 1939 بداية الحرب العالمية الثانية، دي الحرب اللي امتدت لغاية 1945، 6 سنين كانوا صعبين جدا في تاريخ الإنسانية. انتهت هذه الحرب بمقتل حوالي 70 مليون إنسان. 1939، عالم كبير جدا، عالم فرنسي اسمه فريدريك جوليو كوريه. العالم فريدريك من أكابر علماء الفيزياء في العالم، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء. هذا العالم الفرنسي الكبير سنة 39 قال إنه يمكن الحصول على طاقة كبرى إذا تم تفعيل عنصر اليورانيوم 239. لو بتقسيم ذرة اليورانيوم 239 نقدر نصل إلى طاقة عملاقة يمكن استخدامها. مفيش شوية صغيرين، والألمان بدأوا يهاجموا فرنسا، فالعالم الكبير ده أخذ المواد بتاعته وبعتها على بريطانيا في الأمان، لأن بعد كده ألمانيا احتلت فرنسا. يبقى إذن ده عالم فيزياء نووية كان بيشتغل في فرنسا، وهو شغال سنة 39 بدأت الحرب الألمانية مع فرنسا ضمن الحرب العالمية الثانية، فهو خاف على الحاجات اللي اشتغلها بعتها على بريطانيا. علماء الإنجليز درسوا هذا الموضوع، اطروحات هذا العالم والمواد اللي موجودة، بدأوا يشتغلوا على صناعة القنبلة الذرية. يبقى إذن أول حد قال بشكل دقيق إن ممكن نصل لقنبلة ذرية واشتغل في المعمل والمختبرات على ذلك هو هذا العالم الفرنسي فريدريك جوليو كوريه. إنما أول طاقم علماء كبير يشتغل بجدية الإنجليز سنة برضو 39-40، أول ما خدوا هذه المواد. بعد كده الأمريكان عرفوا إن الإنجليز بيشتغلوا في هذا الموضوع، فاشتغل الأمريكان في هذا الموضوع الوصول إلى قنبلة ذرية. هتلر كمان كان شغال في هذا الموضوع. الاتحاد السوفيتي ما اشتغلش في هذا الموضوع، ليه؟ لأن كان الألمان وصلوا إلى قرب موسكو، وكانوا على الأبواب لاحتلال العاصمة، وبالتالي السوفيتي مش فايقين لصناعة قنبلة ذرية، لأن ممكن خلال وقت قليل جدا يسقط الاتحاد السوفيتي. علشان كده هم ما فكروش جديا في إنتاج قنبلة ذرية لغاية سنة 44. يبقى إذن كان في وقت واحد الألمان، اليابانيين، الإنجليز، الأمريكان هم اللي بيشتغلوا على صناعة قنبلة ذرية. الأمريكان جابوا طاقم علماء من أقوى علماء العالم، 12 من الحائزين على جائزة نوبل، ورئيس المشروع اللي هو مشروع مانهاتن هو عالم كبير جدا جدا اسمه روبرت أوبنهايمر، وطبعا بالإفادة الكبيرة من علم ألبرت أينشتاين. روبرت أوبنهايمر عمل معامل عملاقة سرية جدا جدا جدا، سرية بمعنى كانوا بيقولوا ولا الفأر يستطيع أن يصل، يعني لو في فار ما يقدرش يدخل هذا المختبر النووي نهائيا، مستحيل أي كائن حي يصل إلى هذا المكان. مش بس كده، ده نائب الرئيس الأمريكي نفسه هاري ترومان معرفش إن فيه مشروع لإنتاج قنبلة ذرية إلا لما هاري ترومان أصبح رئيسا للجمهورية، يعني وهو نائب رئيس ما كانش عنده هذا السر، عرف لما بقى رئيس أمريكا إن فيه برنامج لتصنيع وإنتاج القنبلة الذرية. الـ 12 عالم الكبار اللي واخدين جائزة نوبل، معهم بقى علماء وباحثين ومهندسين وفنيين طاقم ضخم بشكل سري تماما، نائب الرئيس ما يعرفش، يعني من غير ما نشرح كتير قد ايه كان سري، نائب الرئيس الامريكي ما يعرفش، سري حتى على نائب الرئيس.
والامريكان نجحوا بالعلماء الكبار دول وبجهود البرت اينشتاين ثم روبرت اوبنهايمر ان هم يصلوا الى تصنيع القنبله الذريه سنه 45. تم استخدامها للمره الاولى في هيروشيما وناجازاكي. اذا امريكا وصلت الى القنبله الذريه. وبعد شويه هتلر طبعا كان خلاص انتهى، اليابانيين كلهم انتهوا، كل خلاص الامريكان هم اللي انتصروا في الحرب والانجليز والفرنسويين والسوفييت. طلع بقى الانجليز والفرنسويين بره شويه عشان هم ما بقوش القوه العظمى في العالم. بقى في قوتين كبار، الامريكان والسوفييت. الامريكان عندهم قنبله ذريه، السوفييت ما عندهمش قنبله ذريه. فالسوفييت يعملوا ايه؟ لابد ان يصلوا الى القنبله الذريه. مش بس تصل للقنبله الذريه، تصل بسرعه للقنبله الذريه، لان الامريكان وصلوا خلاص، وبالتالي الامريكان ممكن يستخدموا القنبله الذريه ضد الاتحاد السوفيتي الا اذا كان هو بسرعه يلحق يبقى عنده قنبله ذريه. يناير 50، يناير 1950، هيئه الاركان الامريكيه كانت عامله تصور انها في يناير، تصور ده 49 48 كده، ان لما يوصلوا اول عام 50 والاتحاد السوفيتي لو استمر في المواجهه يبقى في هذه الحاله هيتم تدمير الاتحاد السوفيتي. هيئه الاركان الامريكيه وضعت استراتيجيه لتدمير الاتحاد السوفيتي بالقاء 300 قنبله ذريه على 70 مدينه سوفيتيه. يختاروا اقوى واكبر 70 مدينه سوفيتيه وهيرموا عليها 300 قنبله ذريه بوزن هيروشيما. يبقى 300 هيروشيما على الاتحاد السوفيتي، يعني شكرا للاتحاد السوفيتي انتهى. عشان كده ستالين يقول سنه 49 بقى الاتحاد السوفيتي انتج القنبله الذريه. شوف الوقت بقى، يعني كانت الخطه ان سنه 50 يتم ضرب الاتحاد السوفيتي 300 قنبله ذريه على 70 مدينه، يعني انهائه. سنه 49 الاتحاد السوفيتي نجح في سباق الزمن الاسطوري ان هو يصل الى انتاج القنبله الذريه. بقى في توازن الرعب او توازن نووي، الامريكان سلاح نووي والسوفييت عندهم سلاح نووي. انما قصه وصول السوفييت قصه مثيره جدا جدا جدا. هي قامت على حاجتين، على علماء سوفييت عظام قدروا ان هم يعملوا انجازات علميه كبرى، انما كمان قامت على المخابرات السوفيتيه. ولو المخابرات السوفيتيه كانت فشلت او لم تساهم كان العلماء مش هيوصلوا قبل سنه 55، وده معناه كان الاتحاد السوفيتي هينتهي قبل ان يصل. حضراتكم ممكن نشوف التواريخ تاني، ان الخطه الامريكيه ضرب الاتحاد السوفيتي سنه كام؟ 50. السوفييت يقدروا يوصلوا القنبله الذريه سنه كام؟ 55، يعني هيتضربوا هينتهوا سنه 50. السوفييت عارفين ان في خطه فبيسابقوا الزمن. وصلوا يا دوب يعني في اخر الماتش في الوقت بدل الضائعه. سنه 49 وصلوا القنبله الذريه. انما الجهد الخارق ده بسبب المخابرات السوفيتيه. لو العلماء بس غير المخابرات كان لسه قدامهم 5 سنين كان انتهى الاتحاد السوفيتي. ده حصل ازاي؟ عملية تجنيد اسطورية، اكبر عملية تجسس واخطر عملية تجسس في التاريخ كله، لانها تجسس على قنبلة ذرية. زوج وزوجة امريكان يهود شيوعيين بيعتنقوا الفكر الماركسي الليني، هم اصلا من اصول المانية وشافوا اللي حصل اليهود في ألمانيا على إيد هتلر وراحوا أمريكا وأدركوا إنه هم قد لا يكونوا من أصول ألمانية إنما قد يكونوا من أصول روسية قيصرية قبل ما يجي الشيوعيين للسلطة، إنما هم وغيرهم من اللي جم من ألمانيا أو روسيا القيصرية اليهود المضطهدين هنا وهنا أدركوا إن الأممية هي أفضل شيء لمعاداة السامية، لمواجهة ما سموه معاداة السامية، وإن بالتالي الأممية الشيوعية يعني تحالف اليهود
مع الاتحاد السوفيتي هو أفضل شيء في مواجهة صعود الكراهية تجاه اليهود في أوروبا أو روسيا القيصرية السابقة. إنما الأهم اللي عايزين نصل إليه في هذا السياق إنه الزوجين دول اشتغلوا صالح المخابرات السوفيتية، هم أمريكان اشتغلوا صالح المخابرات السوفيتية، وبعد كده جندوا فريق كبير يشتغل لصالح المخابرات السوفيتية. الزوجين دول هم موريس كوهين وزوجته لونا كوهين، دول أخطر اتنين جواسيس في التاريخ، موريس كوهين ولونا كوهين. موريس كوهين اشتغل مع السوفيت، لكن سنة 41 طلبوه بقى الجيش يدي الخدمة العسكرية، طلع على الجبهة الأوروبية 42، إنما كان جند شاب عبقري عنده 16 سنة كان لقبه الفتى. هذا الشاب اللي هو 16 سنة كان عبقري، يعني ذكاء أسطوري، وإن هذا الشاب في هذا السن تخيل 16 سنة كان وجهة نظره، كان طالب فيزياء في جامعة هارفارد، كانت وجهة نظره لازم يحصل توازن استراتيجي بين الاتحاد السوفيتي وبين الأمريكان، وإن لازم السوفيت ياخدوا أثار القنبلة الذرية اللي الأمريكان بيشتغلوا عليها. هذا الشاب العبقري اللي دخل جامعة هارفارد عنده 16 سنة قسم الفيزياء راح اشتغل مع مين؟ مع روبرت أوبنهايمر شخصيا في البرنامج النووي الأمريكي، وعنده أسرار كتيرة جدا جدا. كوهين بقى ده اللي هو موريس كوهين جند هذا الشاب اللي هو طالب فيزياء في جامعة هارفارد. كوهين نفسه تم تجنيده فين؟ في أسبانيا، كان في الحرب الأهلية الأسبانية سنة 36 تم تجنيده، رجع على نيويورك، وصل من نيويورك، وفي نيويورك بدأ يشتغل مع السوفييت. هنا بقى مشهد مهم جدا، موريس كوهين بيقول في الحوار الصحفي الوحيد اللي عمله في حياته قبل رحيله مع نائب رئيس تحرير صحيفة كبرى في روسيا، ثم تحدث هذا الكاتب الكبير إلى محطة روسيا اليوم في البرنامج المتميز رحلة في الذاكرة. ماذا قال هذا الكاتب لما قابل هذا الجاسوس؟ هذا الجاسوس اللي هو موريس كوهين اللي هو أنقذ الاتحاد السوفيتي، وهو وزوجته هما اللي أدوا إلى التوازن النووي في العالم، قال إن هو في نيويورك عانى معاناة شديدة أيام الكساد الكبير سنة 29، وكان بياكلوا من القمامة، وكان بعضهم ما بيلاقيش أكل في القمامة علشان ياكلوا، وإن الناس كانت بتموت قدامه في الطرقات، وإن الأمريكان في نيويورك وقت الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين كانوا بيرموا نفسهم من النوافذ ينتحروا لأنهم ما عندهمش أكل ومن حالة الجوع الشديدة. ده وصفه لنيويورك. فكره جدا النظام الرأسمالي واعتنق العقيدة الماركسية الشيوعية، وبعد كده حارف في أسبانيا، ثم رجع بعد تجنيده إلى نيويورك واشتغل معهم. ده موريس كوهين. لما راح الجيش زوجته بقى كملت مع هذا الجاسوس اللي هو الطالب العبقري اللي موجود قسم الفيزياء في هارفارد، وراح بعد كده المختبر مع روبرت أوبنهايمر. جاسوس روسي أخذ 150 وثيقة من الطالب العبقري العميل، وراح علشان يقابل لونا كوهين علشان يديها هذه الوثائق تديها للسوفييت. اتفقوا على ميدان في إحدى مدن أمريكا هيتقابلوا في هذا الميدان. المخابرات وقتها كان عندها خيال مذهل جدا في طرق إن هم إزاي الجواسيس يتعرفوا على بعض. يعني مثلا في تجنيد موريس كوهين نفسه كان أول ضابط قابله بعد كده في نيويورك لما تم تجنيده في أسبانيا بيديله نص مشط، وبعدين هو معاه النص التاني يجري توفيق نصي المشط، إذا انتظم بهذه الطريقة ده معناه إن الاتنين صح يكملوا طريق العمل. أيضا في هذا الميدان المفروض إنه الجاسوس السوفيتي اللي أخد 150 وثيقة هيدخل هذا الميدان، هتكون موجودة لونا كوهين. الجاسوس السوفيتي هيكون معاه شنطة، هذه الحقيبة عليها رسم برة، إذا الرسم ده في اتجاه الأعلى ده معناه إن الدنيا أمان ونوش مراقب، وإذا الرسم ده في اتجاه الأسفل معناه إن في مراقبة أو تتبع،
وبالتالي لونا كوهين لازم تبعد عنه ما تكلموش. هو المفروض يكون في ايده صحيفة وداخل هذه الحقيبة سمكة ديلها لأعلى. طبعا بتتكلم على خيال سينمائي، لأن ده كان جزء كبير جدا من آليات عمل أجهزة الاستخبارات أثناء الحرب الباردة. المهم لونا كوهين راحت يوم 2/3/20، 3 أسابيع كاملة لم يأتي هذا الجاسوس السوفيتي. خلص بقى فقدت الأمل، قالت هترجع وشكله بقى يتقبض عليه يا ما جابش أي وثائق، والمهمة فشلت. في الأسبوع الرابع هي بتستعد إنها خلاص بقى هتمشي، فراحت مرة قالت يمكن المرة دي، فقابلت هذا الجاسوس. لما طلع إن هو كان ناسي إذا كان السمكة ديلها ولا راسها لأعلى في الشنطة، وإذا كان يحمل صحيفة ولا يحمل مجلة. تقابلة، خدت منه 150 وثيقة، و150 وثيقة طلعت بيهم على محطة القطر. وهنا موقف مثير جدا، راحت القطر فوجئت إن الشرطة الأمريكية بتفتش تفتيش ذاتي دقيق لأي واحد بيدخل القطر، جميع الركاب تفتيش ذاتي دقيق. يبدو إن في معلومات إن هم عايزين يحصلوا أو يقبضوا على بعض الأشخاص، فهي خافت جدا إنما اتصرفت بدهاء مذهل للغاية. عملت نفسها عندها برد والزكام شديد جدا، وقعدت تعطس كل شوية، طب تفتعل العطسة، وبعدين دخلت على القطر. فالضابط اللي واقف بره كان عندها معاها علبة مناديل ورقية، العلبة دي حطت جواها 150 وثيقة اللي هي رسوم القنبلة الذرية. وبعدين قالت له بقى طب خد دي معاك، هو عايز بقى منها التيكت والباسبور يتأكد، أو البطاقة إن هي أمريكية وإن هويتها إيه. فقالت له على ما تدور هي جوه الشنطة، إداته علبة المناديل ديت، فالعلبة دي اللي كان فيها كل هذه الوثائق. طلعت الباسبور وطلعت التذكرة، لا الكلام مظبوط، كانت الصفارة خلاص، لا تفضلي، ركبت القطر. وصلت بقى كل هذه الوثائق للسوفييت، فالسوفييت ذهلوا من مستوى تقدم أمريكا في هذا المضمار، وال150 وثيقة ديت اللي 150 رسم هندسي وفيزيائي وكيميائي، رسوم فنية علمية خاصة بمعادلات رياضية وفيزيائية بالقنبلة الذرية، هي دي الثروة العلمية الأسطورية التي أدت إلى أن الاتحاد السوفيتي سنة 49 ينتج القنبلة الذرية وليس سنة 55، وبالتالي يضمن بقاؤه على وجه الأرض. طبعا قصة في منتهى الإثارة، لأن لولا لونا كوهين ولولا جوزها موريس كوهين ولولا الطالب العبقري في هارفارد طالب الفيزياء، لولا هذا المثلث ما كناش ممكن نلاقي توازن استراتيجي في العالم ولا قنبلة نووية إلا عند الأمريكان. فهذه السيدة اللي خدت في علبة مناديل 150 وثيقة علمية خاصة بأثار القنبلة الذرية وتصنيعها، واللي تهربها إلى المخابرات السوفيتية، ده يعتبر أكبر عمل تجسس في التاريخ، أو أكبر عمل تجسس في تاريخ التجسس النووي. بعد كده الأمريكان بدأوا يكتشفوهم، السوفييت طلعوهم على بريطانيا، اشتغلوا شوية، كان في عميل بولندي مزدوج بلغ عنهم، تم القبض عليهم 20 سنة سجن. بدأوا السجن سنة 60، لكن على سنة 69 بعد 9 سنين في السجن، قدر السوفييت ان هم يعملوا صفقة مع الإنجليز، ادوهم 3 بريطانيين واخدوا قبالهم الزوجين كوهين اللي هم طلعوا بعد كده الاتحاد السوفيتي، اشتغلوا كمستشارين في المخابرات السوفيتية. طبعا جرأة شديدة عند هؤلاء، لأنه كان في إعدام لناس كتيرة جدا، وإعدامات على كرسي كهربائي لأي حد يتمسك تجسس أثناء هذه الأوقات. إزاي بقى أداروا عملية معقدة، كان نائب الرئيس نفسه ما يعرفش إن في برنامج نووي، هم يخترقوا البرنامج النووي ويخرجوا ب 150 وثيقة علمية. دي واحدة من أخطر عمليات التجسس النووي التي كشفت عنها الصحافة الأمريكية والصحافة الروسية. في ختام هذه القصة بعض النقاط المهمة التالية. نمرة واحد، هنلاقي كده في مستوى الجواسيس اللي هارفارد اللي كامبريدج اللي كذا، بتكلم على مستوى علمي عالي جدا، وده يتوافق مع المهمة اللي هي سرقة أسرار قنبلة ذرية. نمرة 2، إن الإيديولوجيا تلغي الوطنية في أوقات كثيرة،
يعني هم امريكان المفروض ولائهم لامريكا، وطالب هارفارد امريكي ولاؤه لامريكا، لكن في الواقع لان هم ايديولوجيا شيوعيه فالايديولوجيا تغلبت على الوطنيه، وقفوا مع الاتحاد السوفيتي بدل ما يقفوا مع بلدهم امريكا. نمره 3، سباق الحرب العالميه الثانيه، لو هتلر كان سبق كان العالم تغير، ولو الامريكان كانوا استخدموا القنبله قبل 49 ضد السوفيت كان العالم تغير، ولو السوفييت استنوا لما العلماء ينجزوا سنه 55 وما كانتش لونا كوهين نقلت هذه الاثار كان العالم تغير. يعني كانت اخطر سنوات العالم هي سنوات الحرب العالميه الثانيه وما بعدها. النقطه الرابعه والاخيره، هذه قصه مثيره للغايه ومذهله في تفاصيلها وابعادها، وكيف نجحت المخابرات السوفيتيه انها تخترق المخابرات الامريكيه في ذلك الوقت والبرنامج النووي الامريكي، انما كمان في قصص كتيره جدا لاختراق المخابرات الامريكيه للمخابرات السوفيتيه وللكريملين، يعني كان اختراق متبادل، كانت حرب تجسس على مستوى عالي جدا. انما هل ده انتهى؟ لا، اتكلمنا قبل كده ان في 2018 في شبكه تجسس اسقطتها روسيا، الشبكه دي اخترقت اقوى صاروخ روسي معاصر في 2018 اللي هو سارامات 2. اذا بنتكلم ان موضوع التجسس العسكري سواء نووي او صاروخي كان ولا يزال من اخطر اشكال التجسس في العالم. اذا كانت هذه قصه لونا كوهين الجاسوسه اليهوديه التي نقلت اسرار القنبله الذريه الى الاتحاد السوفيتي. حافظ الله الجيش، حافظ الله مصر.